كريم احمد مراسلنا من ارض الملعب برضو يقول لنا كابتن الاجواء ويقول لنا ايه اللي حصل في بعد المباراه. كريم ازيك؟ مرحبا بيك من جديد يا كابتن اسلام، ومرحبا بكم في استوديو التحليل. عايز ابدا معاك بجمهور النادي الاهلي يا كابتن اسلام. اتفضل. رساله هادئه كالعاده ورساله دعم من بعد المباراه، شجعوا النادي الاهلي وشجعوا اللعيبه وحيوهم، ولسه المشوار طويل، وده الوعي اللي احنا بنتكلم عليه. هو ده جمهور النادي الاهلي، عمل كل حاجه النهارده يا كابتن اسلام. الجمهور من اول امبارح الناس كانت متواجده قدام الاستاد بايت عشان تجيب تذاكر، من الساعه 11 الصبح الناس كانت متواجده. دور الجمهور كان دور كبير جدا النهارده، زي ما قلنا وانت زي ما قلت يا كابتن اسلام ونجوم الاستوديو التحليلي، النتيجه بتاعت ربنا وخلاص، قدر الله ما شاء فعل. النادي الاهلي لسه المشوار طويل بالنسبه له، لكن لعيبه النادي الاهلي كلها في حاله حزن كبيره جدا، يعني كله طالع من مباراه طبعا مستاد برج العرب. يعني مش عايزين نقول مش لعيبه في الارض، لان يعني عمر ما كان النادي الاهلي او الشباب في الارض، لكن في حزن كبير جدا على اللعيبه وعلى الجهاز وعلى كابتن سيد، على الجميع بصراحه على هذه المباراه. كان عندنا امل ضعيف، لكن خلاص زي ما بيقول لك كابتن سام قدر الله ما شاء فعل. لكن عايز اقول على الجمهور بصراحه، جمهور النادي الاهلي جمهور واعي. اللقطه دي اللي قدامنا مهمه جدا 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 الحقيقه، ان دلت فانها تدل على هذا قد ايه هذا الجمهور هو جمهور عظيم. احنا جايبين اللقطه اللي خدت اللعيبه وراحوا كابتن حسام عاشور وكابتن سيد عبد الحفيظ، خدوا اللعيبه وراحوا للجمهور، لقطه محترمه جدا. وجمهور النادي الاهلي يستحق كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر الحقيقه على ما فعلوه قبل واثناء وبعد المباراه. باكد على كلامك يا كابتن اسلام، اكيد جمهورنا وجمهور واعي، وجمهور النادي الاهلي في الحلوه والمره دي مش مقوله وده مش شعار فقط، لا دي حقيقه. وجمهور النادي الاهلي يدي رساله للجميع مهما كانت الظروف ومهما كانت النتيجه ومهما كانت كل المحادثات في فريق النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مجرد ان هو بيتم الاداء عليه وان هو يكون متواجد بيتواجد بكثافه، بيشجع النهارده كان منظر رائع جدا. كنا بنتمنى ان هو يكتمل طبعا بصعود النادي الاهلي، لكن لسه الدوري وعندنا مباراه بيراميدز وعندنا مباريات كثيره جدا للنادي الاهلي، محتاجين الجمهور خلال الفتره اللي جايه، ومحتاجين لاعبتنا كمان ان هي تستعيد ثقتها من جديد، يبقى عندها هدف جديد. بطوله الدوري خلاص هيبقى هدف بالنسبه للنادي الاهلي كعادته، هي النادي الاهلي يعني بطوله الدوري بطوله الكاس بطوله افريقيه هدف طبعا تحقيقها. لكن عايز اكد على الجمهور يا كابتن اسلام، الجمهور طالع بيحيي اللعيبه وهي طالعه كمان، يعني بعد ما طلعوا من الملعب اللعيبه طالعه بتمشي بالاتوبيس طبعا كالعاده، برضه بيحييهم ومعلش واللي جاي احسن، وهو ده الوعي ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفق كل اللعيبه، الجهاز الفني مستر مارتن كابتن يوسف كل الجهاز ان شاء الله. عندنا تركيز كبير المباراه اللي جايه، مباراه بيراميدز ليها حسابات في بطوله الدوري ان شاء الله اللي جاي يكون احسن يا كابتن اسلام. كريم، في حاجه حصلت بعد المباراه في غرف خلع الملابس؟ ماذا حدث؟ يعني لو في حاجه حصلت قول لنا برضه. لا يا كابتن للاسف، يمكن زي ما بقول لك كله كان طالع في حاله صمت. لعيبه النادي الاهلي يعني 10 دقائق ربع ساعه في اوضه اللبس كله لبس، كله متوجع على الاتوبيس، الكل كان منتظر مستر مارتن لوثر طبعا خروجه من المؤتمر الصحفي اللي هيكون معاك في خلال لحظات يا كابتن اسلام من خلالك من خلال ملعب الاهلي. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا. برضو احسن حاجه